أعلنت الخارجية الأمريكية إضافة شخصين هما أحمد حسن يوسف ومرتضى ماجد رمضان علوي إلى لائحة الإرهاب بسبب نشاطاتهما الإرهابية في البحرين. وقالت الوزارة إنهما يرتبطان بسرايا الأشتر الإرهابية، وأن هذا التحذير جاء إثر ارتفاع عدد هجمات نفذها مسلحون في البحرين. وأشارت الخارجية الأمريكية إلى أن هذه الميليشيات الإرهابية تستهدف الأجهزة الأمنية في دول خليجية أخرى كالمملكة العربية السعودية. وأضافت أن إيران أرسلت أسلحة ومبالغ مالية وأمنت التدريب للمقاتلين، معتبرة أنهما يمثلان تهديدا لرعاياها وللمصالح الأمريكية. ومعنا من المنامة مدير عام وكالة أنباء البحرين مهند سليمان النعيمي، أهلا بك عبر سكاي نيوز عربية. يعني إدراج أسماء إرهابيين تتهمهم واشنطن على لائحة الإرهاب، هل سيحد من نشاطات كل هؤلاء والجماعات التي ينتميان إليها؟ شكرا أخي الكريم. في الواقع اليوم كان هناك خطوتين مهمتين، أولا إعلان وزارة الخارجية بإدراج اثنين من المتهمين الرئيسيين في تنظيم الأشر الإرهابي، وأيضا كان هناك في الخارجية الألمانية الادعاء العام أعلن اليوم القبض على مطلوب أيضا سبق سكاي نيوز أعلنت عنها أيضا، كان متورط في الخلية الإرهابية الأخيرة وهو الآن قيد التحقيق بالتنسيق مع الانتربول البحريني. موقف وزارة الخارجية اليوم تجاه مملكة البحرين وضم الاثنين لقائمة الإرهاب العالمية يؤكد فعلا إصرار الولايات المتحدة على التصدي لكل الإرهاب. البحرين تعاني من الإرهاب الإيراني المدعوم إيرانيا، وهو ما أكدت عليه أيضا الخارجية الأمريكية اليوم بأن جميع التمويل والأسلحة تأتي جميعها من إيران مباشرة، يتلقون التدريب والسلاح وينفذون عملياتهم في البحرين. الخطوة التي قامت بها الولايات المتحدة اليوم ستساهم كثيرا في تحديد هذه الخلايا الإرهابية والحد من تحركاتها واتخاذ أي إجراء معها. طبعا أخي الكريم، قبل أقل من دقيقتين أعلنت وزارة الخارجية البحرينية قبل قليل ترحيبها بالموقف الأمريكي ووضع هذا الاثنين القياديين في خلايا الأشتر الإرهابية، وأكدت أن هذا يمثل دعما ملموسا لجهود مملكة البحرين في تعزيز أمنها والسلم، وأيضا خطوة مهمة ودافعة لمحاربة الإرهاب الذي يستهدف مملكة البحرين. ولكن الأبعد أيضا، يعني الأبعد من العمليات التي كانت قد ستنفذ في البحرين أو التي يعني كشف ضلوع أي من هؤلاء، أيضا يعني هذه الجماعات تتهدد أمن دول خليجية وفي طليعتها السعودية. نعم، سبق أن أعلن أكثر من مرة في قضايا أخرى، على سبيل المثال الإرهابي المدعو مرتضى ومرتضى السندي متورط في أكثر من قضية، تم إسقاط الجنسية عنه، عليه أحكام في القضاء البحريني، متورط في مقتل الشهيد الضابط الإماراتي والذي نفذ أيضا بحق منفذي هذه العملية وتم إعدامهم. كلها عمليات، كلها تقارير سبق أن أعلن عنها، لكن اليوم موقف الأمريكي وتحركات الجانب الألماني أيضا في القبض على أحد المتهمين كلها تأكد أن هناك حرص دولي على مساعدة مملكة البحرين في القضاء على الإرهاب والحد من التدخلات الإيرانية التي تدعم هؤلاء الإرهابيين. مدير عام وكالة أنباء البحرين مهند سليمان النعيمي، كنت معنا من المنامة، شكرا جزيلا.